تتفق معايا او لا، وي واش غادي نقول لك انا في نظري، في نظري نعم والله العظيم هاد بعبوع افريقيا، اللي كان البعبوع الافريقي بهذيك الطريقه تسلمنا مع البارح بحال هكذا، وي انا في نظري، في نظري نعم ما اتفقتش معاك. مهم. انا كنت قرصت فيها انا، كنت قرصت فيها انا مالونغو، وجابوا شي ديستريبيوتور مزيان يعاون حافظ في المليار، وي قسم لك فمي والله يمير ما ترقبوا هذوك الاهلي. انا في نظري، لا انا في نظري المتواضع، هذوك ديال البارح ماشي ليس في فريق ضعيف، انا ما اقول، انا ما اقول مجنون اللي كتب لك، كنت سطي فريق عادي، حتى هما ما كانوش البارح في المستوى، انت ما كانوش، ما كانوش، ما كانوش، يكون كلام اخر. ولكن بلاتي واحد القضيه اخويا مهدي، دابا انت وي انا معاك في الراي ديالك ما عنديش مشكل، غير هو واش انت كتظن بانه لو ان المقابله جات في ظروف اخرى واش كانت كنتي غتشوف الاهلي بديك الصوره؟ لو انه مثلا ما كانوا سته اللاعبين من الاهلي يلا خاضوا البطوله العربيه مع المنتخب المصري، واش كنتي غتشوف الاهلي بهذيك الطريقه؟ واش كون ما تصاب السوليه في الاحماءات قبل من المقابله واش كنتي غتشوف الاهلي بديك الصوره؟ راه هذه كتبقى اسئله. يعني انا معاك ولكن مع التحفظ، هاد النقطه اللي كنقول لك دابا او لا، ممكن سوليه، ممكن سوليه، ممكن برزتهم واحد شويه الخروج ديال المفاجئ، ممكن حتى افشار كان عيان، حتى داك افشار مول فوا نقطه القوه ديالو في وسط الميدان كان عيان، كان داير عليه التعب، ما كان مداش دي ديماراج، ما قامش اليوم الرجاء، اليوم الرجاء البارح ولا البارح كان مدرب شوية تفهم شي كون خلاوها شي واحد هو الدراجة وكان كونتوش البارحة تفهم شوية مدوز الكرة وي شي ضعيف شي واحد دافع من البالون عندك ترينغو اللي بقى قريب الدراري مجموعين وكان عندك دي تكنيسيان بزاف كاين متولي كاين الحفيظي كاين هذاك هذاك العشرة الليل هذاك 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 انا راه كوشمار هذاك هذاك سمعتي اقسم لك بالله العلي العظيم هادشي بحال تعيط لواحد الصديق اليوم عيط لي من المغرب قلت لي اليوم راني تنقرا كوشمار عندي اقسم لك بالله الا بغيت نتسطى لانه تي كنمشى فابور تي كتشوف فيه بحال الماتش بحال تما الماتش اللي ديال البطوله ديال السبيله اللي تلاقى على من ربع البكاري وخارج البطوله بحال عمرنا ما شفتنا بحال هاد الشتا شتا من 2002 شكون طار هادوك اللي لعبنا معاهم كنت عارف الظروف اللي داز داك الوقت كانوا الدراري فابور هادوك داك الفينال ديال الشامبيونز ليغ واش انت كنت تقولها انا كنشوف هاد التقلبات كاد دو كاد لا لعبه بجوج في المليون الناس كاين الاطراف تاع قال لي لا راه بلا تواصل هو البالون علاش تخرج احد واش انت انا واش انت اعلامي ما عرفنا بنين سلطك علينا الله لا انت ولا البريزيدون دابا وانا لا شوف سي ناسك شي مؤسسه كنحفر نفسها انا البريزيدون اليوم راه نخليه في قطر والله الا واحد السيد قال لك غرامه قال لك خاصو غرامه على ديك الكوب اللي ضيع الفرقه شنو السي ناسك شي هذاك العشره اللي عندنا حنا يا ودي مستودع العفا اللي كنت كيسول العلماء وترى اكبر مني سنا وكتشوف كره اكثر مني وشي فراج اكثر مني وي لا تناقش اسمعنا السي ناسك هذاك العشره مشاريها الاهلي اليوم كتحتارم الجمهور انا بريزيدو اول حاجه ندير له على 8 الصباح ندخل البيرو ديالي ونجيب القمر اجي انت باي باي اجي السي المدرب هذه ماشي طريقه شوف واخا نديو التتر اقسم لك بالله العلي ذا ملان انا ما نكونش فرحان انا ماشي طريقه انا عمرنا ما شفت الراجل بكيت البارح عمرنا ما شفت الراجل لعب 90 دقيقه اللور عاد لي شي اصدقاء مصريين هنا قال لي اش ما هي الطريقه يا انا يا شاف كاين عندنا غيابات باش كندخل نخرج في هضره الناس كاين عندنا غيابات حنا ما كناش واجدين وهادو لعبنا بهذيك الطريقه حنا تفاجئنا قال لي ما يمكنش عمرنا مش من الرجاء كتلعب بهذا الاسلوب الهاوي وهذا الوقت من الدقيقه 60 الله يذكر مصطفى خليل اسمح لي اخر نقطه وغنمشي راه هدوا انا متولي راه تلقى انا متولي شنو راه يقول لك قال لي راه كاينه السيبه شوف السي ناسي شنو اللي كتكون فرقه غير في الزنقه تيكون شي واحد ناقص وي تدور عليه التغاميس يعني يا غتلعب يا غتمشي للزنقه بصح او في البحر وي كامل هو لعبنا الكره هي 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 ما ماذا لو كان شا كابيتان وفرقه وراك الملايين وكتشوف الدراري ما كاينش ما تغوت يحرك المره الاولى يحرك احد ديال المره الثانيه راه واحد المونتاج اليوم انا عاود الماتش واحد شويه راه مشي كنت ستاسي ناس راه ثلاثه الكواري الدراري منهم انا مرقبو فهمتش وقيلا حمق وقيلا مثلا واحد خاصو طريق نفساني ولا خاصو سيتولي بقات فيا ديك الكره اللي كان في ليسر بوحدو عرفتي فاش فكرتني هادي فكرتني في الكره اللي كانت عند الحفيظي كونتر اوكلاند وغادي يعطي واحد لاباس اون بروفوندور لياجور
باش غيمشي لاصوص الكول. بحال هذيك بلاص سياجور ديال البارح، بلاص سياجور كان واقف الحفيظي ديماركي في الدواره تاع الديزويت، والسي بن حليب في اليسر باش يضرب باس هكا، ديك الباس اللي كيقولوا داك داك باس بنانه كتبقى هذه مقوسه وكتولي قدام المهاجم. جا اشدان ضربت ليه رجليه اليمنى، ضربت ليه كره في رجليه اليسرى، هو يخربقها وبدا كيهز في يديه، بدا كيهز في يديه على الرابط كيقول لي راك حيت بانو جر احداد بغيت يجي داكشي الجمهور، راه بانو راه زعما بعدا ما زطيتش لا باس، انت بعدا زطيتها لا باس مصيب. انا سي كنت انت مدرب، انت مدرب، انا حيت باه هاوين، انا هاوي ولكن انا لاعب ديفونسيفمون ما غاديش تبرسطو كتدخلو في الشك، غنطلع الدوزيام مين الدراري غنديفونسيو غندير جوج طوبيسات، عندي اربعه او عندي ثلاثه كيشدو كره في رجليهم ستين يتولي يبارك عليه هذا العام يخرج كبير ونبقاو نحبوه ونحترموه ونموتوا عليه. عندك حفيظي عندك لا انت كتشد الثمن وسميتي كتلوح الاحداد مع عمرها ما شفنا غالي، لا ما غادي ديفونسيو نبقاو مجموعين ندوروا كره فور حتى نوصلوا. وما قالش لي مو هادشي هو غالبا غيكون قال لهم بقاو ديفونسيو بقاو شدوا. راه باينه راه باينه عندهم 17 قفشه، عندهم 17 قفشه وعندهم داك نبيل نبيل منول عشي داك المعلو التونسي نعس عندنا نعس تجي عندنا نعس، واش انت ما كتشوفش بان راه غيرقوش تطلع بامر دو فوق يبقى ناس باس ما واش انت هنا ودخل ليها الهبطي، دخل لي غير الهبطي يسخسخو هذاك، دخل لي الهبطي يسخسخو. ما عرفتش هو هو الهبطي ما عرفوش ما دخلش عنده ياس من الزكا هذا غادي يحمقني هذا راه انا راه في الدار واحد الدراجه طفيت التليفون ما جاوبتش لواحد لانه صب واحد الضرب ليه رهيب ما عندوش الهبطي في التشكيل ديالو. وانت كتشوف الهبطي بين الدري عرفتي كاين واحد لا سيونس داروها في السيت اوفيسيال بن حليب كونتر كونتر الهبطي والله الا غتشوف هذا سيت لا سومي غتقول لي بن حليب راه ماشي ديفونس ممكن داروا واحد كونتر واحد عرفتي تدير هبطي تدير الضو تدير تجيبو تكروشي او تضرب الفيل وانت كتشوف اصاحبي غادي عمر هاد الناس وهاد السيد اللي صوت علينا الله حتى هو ما عندنا ما نديرو هذا الرئيس ايه ما عندنا ما نديرو. شوف انا منو الانسان تخطا تخطا الانسان ما يجلس الشاب من بول بيرافو ولا يخطا الا بغيت ترجع معنا ما فيها حتى شي عيب ما فين انت الشاب لا هما لا هو علينا عليه وهذاك الشاب هذاك الشاب هذاك الشاب والله يقول يرجع تيرجع لانه كيبغي الرجاء مسكين مشى 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 بالبكيه ديالو باغي يرجع ودار بروفيل ودار بروفيل معانا وغادي تشوف الانتدابات وحاكم عباد الله جبتي من هذا كنت انت باغا تجيبو من هنا هذا السياس كنت انت باغا تجيبو هو امير وانت مشومي كصحابنا حنايا حنا ترد اصبعنا راه الناس راه جاويين ومغاربه وغاجوين الناس تفهم الكره راه كلشي كيوصل وتجيبو لينا حنا والماتش الاول الماتش دابا سي ناس كتبغي وقع غنبغي غنفطر لابلا كونتر الجيش غنهربو علينا الاخرين عاد غنسيطر ما نطولش عليك صافي بليزير اليوم نسمع الصوت. مرحبا خويا المهدي والله الا مرحبا بك شكرا اخويا وتحيه لك تبارك الله عليك الله يدير شي تاويله الله يدير شي تاويله الله يدير شكرا شكرا